وهران تؤسر قلوب ناظريها بعدما قد ودعت العابر المتوسط عروسها المتوسط عاصمة الغرب الجزائري على موعد مع حدث رياضي جديد بعد الطبعة 19 لألعاب المتوسطية التي أسدد ستارها قبل أيام، ليتجدد الموعد اليوم في الشهر الجاري 20 جويلية إلى غاية 24 من جويلية. اليوم إذن بعد النجاح الباهر في الألعاب المتوسطة يسعد مجددا المركب الأولمبي ميلود هدفي ويحتضن البطولة العربية للسباحة بحضور 13 دولة تتنافس أكابر العقول من أجل نيل الذهبية.